بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا عن حاجة في النسون اسمها اللونشرز والشوزرز. إن شاء الله هنكمل موضوع التاني السنسورز. اللونشرز والشوزرز يا جماعة هو يعني في النهاية احنا بنصل لحاجات في الجوال نفسه، AI بتوصلنا الجوال نفسه بسهولة. اللونشرز يا جماعة وصول لأي حاجة في الجوال، لبعض الدوائر في الجوال من غير ما ترجع لنا قيمة، هنفرجيكم مثلا عليها. والشوزرز نفس الفكرة لكن بترجع لنا قيمة. هذا طبعا باور بوينت حملته لواحد هند من الانترنت، مظبط وبسيط وبكفي. اللونشرز APIs بتشغل بلت ان فانكشناليتي، الدوائر موجوده جوا لليوزر، بتعمل مهام معينه وبترجع ايش قيمه. اللونشرز نفس الفكره لكن بترجع قيمه. فاجيكم امثله عليهم. هاي بعض الامثله على اللونشرز في ويندوز فون 7. الفون تاسك، الفون كول تاسك. انت بدك مثلا جوالك يعمل مكالمه، فبجيك ايش؟ بتستدعي الفون كول تاسك، بدك تبعت رساله، بدك تبعت ايميل، بدك تفتح صفحه انترنت. شفناها احنا صفحه انترنت صح ولا نفتح صفحه انترنت، تبحث، تفتح ملف صوت الموسيقى، تغير فعاليات الجوال مثلا في الواي فاي، تطفيها وتشغلها، تشوف الخرائط، تعمل شير، تشوف اعدادات برنامج في المتجر، صور تقيمه، تحمل، تبحث في المتجر، كل هذه الخيارات متاحة. هاي بعض أمثلة على الشوزرز في ويندوز فون 7. زي مثلا تفتح كاميرا، تصور كاميرا، طبيعي لما تصور كاميرا ترجع لك الصورة المرجعة. لما تفتح الصور تشوف الصور، تختار الصور بيرجع لك صورة. لما تجيب ايميل شخص بيرجع لك الايميل، لما تجيب اسمه بدك يرجع لك الاسم. مجموعة من الخيارات عندك. عندنا في ويندوز فون 8 ضافوا كم واحد لونشر وشوزر جداد، زي الابوينتمنت تاسك والتحميل الخرائط والشير ميديا تاسك، نفرجيكم اياهم ان شاء الله. طبعا احنا عشان تعمل فايده زي ما قلت لكم اخر مره، هنحاول نجيب قدر المستطاع من المعلومات من يعني ما نكتبش نضيع وقت في الكتابه. على صفحه الامازيان في عندنا اللونشرز وفي عندنا الشوزرز، نشوف بعض الامثله على اللونشرز وبعدين نشوف الشوزرز. هاي القائمة باللونشرز الموجودة عندنا. المابس لها كلام تاني هنتكلم عنها ان شاء الله. نفتح مثلا بعض اللونشرز. الماب، نمشي على الماب، نمشي على المابس. الميديا بلاير، فون كول تاسك، سيرش تاسك، شير لينك تاسك، شير ستيتس، اس ام اس كومبوز، ووب براوزر. الكونكشن، نيجي نعمل مشروع جديد، فايل نيو بروجكت، نسميه دي اي 12 لونشرز. موجود شوزرز سنسورز. طيب يا جماعة نحط الزر على الصفحة. نحط في الأوامر تبعتنا. كل اللونشرز موجودين في نيم سبيس اسمه microsoft.phone.tasks. نعمل لهم بورتس يوزنج microsoft.phone.tasks. تمام. لان في الزر نعرف الكلام اللي هو مختص بكل لونشر. اول لونشر هنشوفه اللي هو الكونكشن سيتنجز. هاي كود وثلاث اسطر. كل اللونشرز يا جماعه بيشتركوا في ثلاث حاجات: جمله التعريف نيو انستنس، وجمله استدعاء العرض، واذا فيهن خصائص معينه نستدعيها بارامترز معينه. بنقول له هنا هذا الزر هيك بفتح لنا الواي فاي، نشغل نشوف. فجيكم مثال على برنامج الواي فاي. مش حذفته، موجود عندي.
هاي البرنامج اشتغل. بطل بنلاقيه بيفتح لنا في ويندوز فون قائمه السيتنجز الواي فاي. ايش ممكن نستفيد منها؟ في برامج يا جماعه كثير بعد ما نستخدم ندخل على السيتنجز ويطفي السيتنجز، في زي هيك برامج بسيطه هيها بنختار من ايقونه هنا يا جماعه، نختار مثلا ايقونه وبنيجي بنقول له ايش اطفي الواي فاي او شغلها. بسيط جدا فكره البرنامج. يعني هذا البرنامج فاجيكم اياه، هذا يعني بتقدر تعمله اكثر من برنامج بيؤدي نفس العمليه، بس فكرته بسيطه. كودو هاي كودو سطرين بس بيفتح الواي فاي بتقدر تطفيها وتشغلها. طب بالنسبه للخيارات الاضافيه قاعدين ولا ادفانس ولا مش فيش في لا مسموح لك بس اربع او خمس حاجات، هو بس افتح الواجهه لك، بس افتح الواجهه. يعني مثلا برنامجك بده انترنت، فتح الانترنت قال له والله فيش عندك اصلا انترنت، ايش رايك تفتح نفتح لك الواي فاي وتفعلها؟ بس مجرد سهل عليه. ممكن مثلا تدخل مثلا على وضع الطائره بلاي مود، او مثلا الواي فاي مثلا البلوتوث تشغل او تطفي البلوتوث. تمام. طيب نعطله ونشوف اللون شغل الثاني. كومبوز ايميل، ارسال ايميل، نفس الفكره، انستنس جديد ايميل كومبوز تاسك، وعندنا ايميل كومبوز تاسك دوت شو، وهنا عندنا الباراميترز العنوان البادي 2 الى سي سي وبي سي سي. على فكره مش شرط تبعتهم كل، ممكن اقول له افتح الرساله فيها بس هيك او حتى من غير 2، فيها نص وفيها تايتل سبجكت، هاي بس سبجكت عنوان، يفتح رساله ايميل فيها ايش عنوان. طبعا عندنا على الايميليتر مش حيزبط، ليش؟ لانه هذه الاداه بتطلب ايش يكون موجود عندنا؟ يكون موجود عندنا حساب ايميل فمش حتزبط. فاحنا لو عملنا حتى عندنا ايرور هنختصرها ونحط نقول له عملنا وين على الديفايس. كمان مرة أنا منزل كثير تطبيقات تستنج، نحن في تطبيق من التطبيقات هي بضغط على زر الإرسال يا جماعة بيجيب لنا بقول لنا أي بريد بدك تبعت عليه، الهوت ميل، انا عندي مثلا ميل جيميل، بريد ثاني على الهوت ميل، بريد ثالث، وهكذا كل الخيارات متاحه عندي. هذا حقيقه شغل الجهاز، احنا الكود بس بجيب لنا، بختار مثلا بقول له دبعت على بريد لخليل سليم بجيب لي الموضوع والبادي، الموضوع والبادي، انا ما اخترتش طول. تمام؟ طيب ماب داونلودر، ماب داونلودر يا جماعه هي لما نيجي هنا على الاعدادات، في عنا في اعدادات بنقدر في ويندوز فون 8 نحمل خريطة اوف لاين، نستخدمها اوف لاين. جينا هنا على المابس، خريطة المابس، جينا هنا داونلود مابس، نختار اسم اسم الدولة، اسم الدولة، وبحمل لنا الخريطة تبعتها. بس هذا الكود، هذا السطرين بس بفتح هذه النافذة، بس بفتح المستخدم هذه النافذة. الميديا بلاير، فكان يا جماعه ما اخذنا عن الميديا بلاير قلنا بنفع انت تحط في الجوال نفسه موسيقى او فيديو وتستدعي بدل ما يشغلها الميديا اليمنت يشغلها عن طريق الميديا بلاير تبع الجوال، فاكرين؟ ليش؟ لانه الميديا اليمنت فيش فيه كنترولز، انت لازم تحط كنترولز يدوي، ولكن الميديا اليمنت تبع الجوال، الميديا بلاير تبع الجوال فيه اليمنتس، فبنقدر نستخدم ونستفيد منه. هات نحط على سبيل المثال ملف ونستدعيه.
يعني حطينا ملف سميناه aa.mp4، نسدها كود الميديا اللي هي اللونشر، نعطي هذا الكلام كله، نحط صفر جديد، طبعا هنا بنكتب له المسار اسمه aa.mp4. تمام، في عندنا هنا خيارين، يا بنقول له داتا او انستال. انستال يا جماعه لما يكون الملف الفيديو تبعنا مرفق في البرنامج لما انا انشره. داتا انه انا تم تحميله من الانترنت، يعني انا حملته على وين؟ على ازوره الاستورج، يعني ممكن احمله على ازوره الاستورج اكتب اسمه او اكتب اسمه المجلد. احنا ايش الفيديو تبعنا موجود نفسه في الجوال، احنا نشرنا التطبيق والفيديو موجود فيه. داتا انه انا قمت بتحميله من وين؟ من المتجر، قمت بتحميله من الانترنت وموجود على ازوره الاستورج. هاي البرنامج عندي اضغط هاي بلاقي الفيديو بيشتغل. تمام، وهي عندكم هنا كمان الكونتوز بتظهر. اليوم انت برضه بيشتغل على النيوتر، بيشتغل كمان. جينا بنعمل هنا ميليتر بيشتغل. هذه ميزة، ممكن انت مثلا تعمل مثلا مجموعة برامج والبرنامج تبعنا، تمام، البرنامج تبعنا يعرض مثلا في الميليتر بدل ما تغلب حالك وتبني كونترولز تستدعي الفيديو تبع الجوال نفسه، اريح اريح لك واحلى للمستخدم لانه هو متعود على شكل معين. على الرز. تمام يا جماعة، انا مش عارف ليش اجاني البك. طبعا مش معقول تعرض فيديو 10 ثواني، يعني برنا بده يكون فيديو محرز او ملف صوته محرز. الفون كود يا جماعة اجراء اتصال نفس الباراميتر، بس فين في اشي جديد بدنا نحكيه. الفون كول الرقم الشخص واسم اللي بيظهر عليه. يا جماعة احنا لما حكينا هذا كل الخيارات لازم تكون مفعلة كابابيلتيز، تنسوش الكابابيلتيز، يعني اذا مثلا هذا بدك تعمل اتصال لازم تفعل هنا كابابيلتيز خاصة فيه الفون دي، لو ما فعلتش الكابابيلتيز تبعتها بيطلع لك خطأ. فعل الكابابيلتيز لها ونشغل. على الميتو مش هينفع نشغل على الديفايس. طيب جيج على الرقم هذا ولا لا؟ انا فعلتش الكابابيلتيز، انا فعلتش الكابابيلتيز هيطلع لي خطا، لازم افعل الكابابيلتيز الخاصه فيها. السيرش داس، السيرش يا جماعه بيفتح بس بينج سيرش، بيفتح بينج سيرش. في عندكم سيناريو معين لاستخدامها، ليش مثلا انا افتح بينج سيرش؟ ليش ما المستخدم يفتح ويبحث لحاله؟ يا جماعه مثلا ممكن اذا انا مثلا حاطه في موضوعي او عندي مثلا مجموعه كلمات مثلا كاتب حقوق الملكيه، حقوق في البرنامج، وفي عندي رابط، ممكن اقول له ايش كلمه معينه مثلا مصطلح او خصائص، ممكن احطه هايبر لينك لما اضغط عليه يفتح له ايش البحث ويشوف فيه، زي ما بتفتح ويكيبيديا مثلا انه تفصيل عن الكلمه هذه يبحث عنها. هلا وهيو وهي بيجيب حتى على الكلمة. شير ستاتس تاسك، وفي هنا في قبلها فكرة واحدة شير ميديا تاسك، مش فاكرينها. تمام، نوقف هذه. شير ميديا تاسك بسيطة وهامة جدا من البرامج ال لا هم فاتحين شيرز. طيب نكمل هذا ونفتحه ان شاء الله. عندنا هنا دوب براوزر تاسك شفناها قبل هيك صح ولا لا؟ نستدعي دوب براوزر بنعطيه رابط وبنعمل دوت شو. وعندنا الشير ستاتس تاسك، شوف يا جماعه الشير ستاتس تاسك وشركه الحاله، انا زعلان، انا تعبان، انا فرحان، انا اي حاجه هيك. شير ستاتس تاسك نكتب هنا الجمله اللي بدي اياها.
متشغل طلع مش حزبه. أنا مش محبط بس عشان مش عارف شكله. أنا فرحان مثلاً، أنا فرحان، أنا جوعان، نعسان. طيب يا جماعة، هيها هاي بضغط طينة. لما بضغط عليها بقول لي عوين أنا محبط، بدك تنشرها أنا محبط، بقول لي عوينك تنشرها على تويتر، على لينكد إن، على الفيسبوك. إيش في عندي شبكات اجتماعية؟ بقول لي بدك تنشرها على الفيسبوك. وهي موافق. طبعا انت ممكن تحط مثلا برنامجك، بس انا عندي برنامج اذكار الصباح والمساء على سبيل المثال. طب لقيت مثلا بدي احط مثلا انا محبط انا فرحان، يعني احط كذا وحده وانقي وحده منهم مثلا، هل تحط ليست وهو بيختارها بيجيب القائمه. احنا هنا بنكتب نص كتجربه يا جماعه، بدك الخيال. مثلا انا ممكن نفترض أن عندما الناج مثلا بجيب حاجات معينة على الجوال، لما يشتغل تلقيا يحدث هذا لطفة أبو غزال يشعر بالسعادة الغامرة لشراء جوال آيفون 17 مثلا، تمام؟ لحاله تلقائي. انت هكذا خيال، يعني انت مش لازم. هو طبعا مش هيجي يغلب حاله برنامج بس عشان يكتب أنا محبط، يعني هو بكتبها لحاله بس. هذا يا جماعة عشان يعني ان انت فلاش يستخدمها، تحط قانون مسابقة تجيبها من الانترنت لك الخيار. فأنت مش جاي كان فجدتك إياها، كان هجيتها فجدتك إياها، فتحت فيسبوك كان هجيناها موجودة على فيسبوك. هيبا حاول يتصل في الانترنت ونشوف. طيب يا جماعة، زيها في عندنا شير لينك تاسك. هيها شير لينك تاسك. شير لينك تاسك يا جماعة تنشر على فيسبوك وتويتر ولينكدين شبكات اجتماعية، بس مش بس كلمة الحالة مش السيتاس. تقدر تنشر نص كبير، تقدر تحط رابط. على سبيل المثال طبعا هنشر لسه في الانترنت. مثلا شوفوا صوري عن البحر، ممكن احط رابط موقع او صور، ممكن اشيل رابط انا حر، ممكن اكتب هنا مثلا كانت رحلة زي ما بعمل على فيسبوك كل حاجة عن مشهد، كانت رحلة رائعة مع ابو دميس والاصدقاء وقد شوينا 16 خروف وعجلين، تمام؟ نعيش أطغي فيه بس المظاهر هذه الفاضية. هاي جماعة نضغط هنا. إيش علق؟ شو؟ عشان مش حاطين احنا صلاحيات، عشان مش حاطين صلاحيات لها. شايفين يا جماعة مش حاطين صلاحيات لها، بس انا فعل الصلاحيات كاملة. في كمان كم تاسك كويسة اللي هي تبعت الماركت بليس، تبعت الماركت بليس. مشكلة انترنت فاصل على الفاي، كان مش هنستمتع، مش هنقدر نشوف كويس كل الامور زي هذه. نبدا نتعرف عشان ننشرها. طيب يا جماعه، انا بدي اعمل برنامجي زي هذا الزر على سبيل المثال. هاي زر في برنامجي، لا لحظه، هاي عندي زر في حط في برنامجي اسمه تقييم هذا التطبيق. بدي المستخدم يفتحه يضغط عليه يجيب البرنامج تبع الانترنت ويقيمه ويعطيه 5 نجوم. بضغط عليه لقي فجأة فتح البرنامج تبع الانترنت. احنا زي ما قلنا كل ما زاد تقييم برنامجك عقود نجم اكتر وردود اكتر، كل ما كانت ايش برنامجك بظهر اول وكل الاولوية في المتجر، تمام؟ فانت حاول دائما تحط في منطق معين برنامجك مجاني، خصوصا حط انه الناس تقيم برنامجك. سطرين. طب كيف يا جماعة بيعرف انه البرنامج تبعه هو هذا البرنامج؟ لما احنا كل برنامج له يا جماعه رقم اي دي فريد، جي اي دي فريد خاص فيه، شفناه في الملف فين؟ في ملف المانيفست في الباكجينج، هيو برودكت اي دي. لما نحمل اي برنامج من الانترنت
يكون في مدمج البرودكت اي دي، فهو بيفتح متجر على البرودكت اي دي تبع البرنامج الحالي. اجيكم اياه على الاديتر، طبعا مش حتيجي لان البرنامج الحالي تبعنا هذا تيستينج فيش له حساب على المتجر، مش برنامج موجود على المتجر، احنا قلنا برنامج مش موجود على المتجر. هاي بفتح متجر ليت فيش. نفس الفكرة هنا، ممكن بدل ما اقيم تطبيقي افتح المتجر مثلا واعرض برنامجي، اعرض مثلا مجموعة يا برامج او موسيقى، هاي نفتحها. افتح المتجر، ارد الكونتنت ميوزك، طبعا في بعض الدول فيش فيها ميوزك زي اسرائيل مثلا، احنا حاطين اسرائيل فيش فيها ميوزك. نشغل نفتح لنا التاب تبعت البرامج، طبعا ممكن نستخدم نروح لحاله يعني بس يضغط على ايقونة المتجر، بس احنا هيك احيانا مثلا بدك في برنامجك يفتح المتجر لغرض معين، مستخدم كسول انت خايف انه يفلت منك ما يروحش على المتجر. حيب يفتح متجر على ايش؟ على الابليكيشنز. تمام، اقامة البرامج. ديتيلز، هذا يا جماعة ديتيلز بتجيب البيانات لبرنامج، ممكن افتح برنامج معين، انا بس ممكن احط صفحة في برنامجي اكتب له مزيد برامج الشركة، احط له مثلا 5 برامج ويفتحهم. من وين بنجيب الاي دي هذا زي ما قلنا؟ من وين؟ من هنا. طبعا انا عندي برنامج على الانترنت، كيف بدي اجيب الجيو اي دي تبعه؟ لما بفتحه، او ممكن انا اذا ممكن اجيب من لوحتي الخاصة، هاي مثلا تطبيق كوب، هاي الجيو اي دي تبعه يا جماعة بكون فوق في الرابط، طيب شايفينه؟ أي بس لو أكبر شوية كان شفنا، أو ممكن نجيب من لوحتنا من لوحة المبرمج. سي مثال لو دخلت على الأبس تبعتي، دخلت هنا مثلا على تطبيق مثلا أي هوب مثلا، وجيت هنا على الديتيلز بلاقي الاي دي تبعي موجود هنا، اي دي البرنامج هاي ابلكيشن اي دي، بحطه وإذا سمحت افتح لي معلومات هذا التطبيق مباشرة من برنامجي. تمام يا جماعة؟ طيب اخر واحدة في الماركت بليس اللي هي البحث، في واحدة برضو في الماركت بليس اللي هي البحث عن تطبيق، عن بحث عن كلمة. تاسك ريفيو، هي سيرش، برضو سطرين، كلهم سطرين. بنقدر هنا نحدد نبحث عن موسيقى او عن برنامج. دوت شو ايوه، بدنا نقول مثلا بحثنا عن هذه الكلمة، طبعا ممكن احدد هنا اقول له ماركت بليس سيرش تيست دوت اللي هي سيرش تيرم الكونتنت تايب يساوي، اكتبها حتى في الابلكيشنز فقط. بفتح لي متجر ببحث فيه بس. بسيطة. طيب خلصنا اللونشرز، نجي نشوف الشوزرز. الشوزرز مش هنطول فيها، هناخد بس 3 شوزرز الأكثر. زي ما قلنا الشوزر يا جماعة برجع قيمة، في عندي ريتيرن فاليو تلزمني في البرنامج. على سبيل المثال ممكن ارجع عنوان شخص، ممكن ارجع ايميله. انا بنفتح الكاميرا ونفتح الفوتو ونفتح الرينج تون. لما اذا صور واحد بالكاميرا مفترض يرجع لي صوته. افتح هنا نضيف صفحه جديده،
ايش جماعه في تطبيقاتكم ممكن تستخدم هدول اللونشز اللي استخدمناهم؟ برنامج مثلا معا ايش ممكن يستخدموا الشوزرز؟ اللونشز ممكن تعمل على فيسبوك مثلا اذا عجبه خبر يضع الخبر ويبعت على فيسبوك. شو على فيسبوك ممكن يعملوا باسم بس تقطع الخبر نفسه على قطع الخبر. لا تنفعش يعني تنفعش بس بده يعمل على الموقع نفسه ما يدخل في التاس يفتح موقع تعمل قطع الخبر هتيجي على الموقع نفسه اللي انت عامله. ممكن طب تطبيقكم يا باشمهندس انتوا عندكم الشير كويس ايش في كمان عندك فيديو باشمهندس لو الحساب مثلا بقدر يعلق. لا هذا شيء ثاني احنا بس التاسك اللي اخذناه التاسك. التطبيق الثالث ايش التطبيق الثالث؟ ستايلر. ايش ممكن تعمل باشمهندس في ستايلر؟ شير. ممكن مثلا في النصائح مثلا في النصائح ممكن تنسخ نصيحه تبعتها صاحبتها اس ام اس نصيحة مثلا اعمل كذا لا تعمل كذا مثلا انت شايف صاحبتك هذه نصيحة هامة جدا لها كيش سنها مثلا تبعتها اياها مباشرة او خبر طازة مثلا يعني وفاة الفنانة نانسي عجرم هذا حساه يعني لازم تبعتها اس ام اس. شو موقع بعد ما بيبعت اس ام اس للاخبار اول باول احنا ما بنستفيد من الاس ام اس؟ ما هو مش كل الناس بتحب تدفع يعني اذا مثلا بيبعت من جوال مثلا خلص الاخبار ليش ما بحطها شير وخلص يعني الاس ام اس بتكون يعني حاجه فعلا هامه جدا. ممكن احنا دائما بنستخدم في برامجنا مثلا الويب براوزر لانه احنا دائما بنفتح بنفتح برمجه احسن لنا الماركت بليس ممكن مثلا زائدات برنامجين ثاني برامج ثانيه لكن تقول له شاهد مزيد من برامجنا وحملها او مثلا اذا عندكم برنامج مثلا زي ستايلك نسخه مجانيه ونسخه مدفوعه يقول له نسخة مجانية وتقول له شاء النسخة الكاملة تفضل زور هنا حمل النسخة الكاملة يعرض النسخة الكاملة من المتجر. ممكن التقييم يا جماعة كلكم لازم تقيموا برامجكم تحطوا تقييم بعد أربع مرات مثلا هنفاجئكم إياها قيم البرنامج كثير في خيارات قدامكم. نضيف صفحة جديدة ونروح نغير صفحة البدء طيب يا جماعة نسحب هنا في الصفحة زر نسحب صورة يعطي اسم برمج عشان نصلها الكاميرا يا جماعة نفس الفكرة الموجودة في الفوند تاسكس نعرف كاميرا تاسك كاميرا كابشر تاسك يا بنعرفها في البروسيجر نفسه يا بنعرفها برما نفضل نعرفها برما عشان نوصلها من اكثر من بروسيجر اكثر من سب اكثر من فويد يعني نوصلها من هنا وفي كمان واحدة ثانية السكوب تبعتها تكون على قد البروجكت كلها. ننسخ هنا استدعاء الكاميرا احنا ما عملناش بوتس نيم سبيس وهنا موافق وهنا نستدعي دوت شو ممكن تحنش حتى تقصوا هذولا وعندنا هنا الميثود اللي فعلا فيها الشغل اللي عملناه مرتين ايش القيمة بنرجع نجي نشوف ايش عملنا احنا هنا نسخناها ناقصة او نضيف هذا عليها عرفنا كم تاسك عملنا نيو انستنس منها كتبنا له انه من كومبليت يصور يخلص يستدعى هذا الحدث تمام بعدين عملنا اياها في استدعاء الحدث ايش يعمل اف الاي دوت تاسك ذات يساوي يساوي اوكي في ثلاث خيارات يا اوكي يا كنسل يا نن تمام احنا بتعنينا اوكي كنسل عمل الخلف طفى البرنامج نن تمام احنا بنعنينا اوكي اذا اوكي مثلا ممكن نعرض له اي دوت شوزن فوتو طبعا عباره عن ايش يا جماعه شوزن فوتو حاطين على الماوس عباره عن اي او ستريم من ايش فوتو فوتو زاد صوره يا جماعه ستريم ممكن احنا مايكروسوفت حط الكود كمان ريحانة كود هذا الكود انه نعرض الصوره في ملف
في الصوره نعرضها في ايمج. هيو بيتنا بايمج عباره عن بيتنا بايمج عباره عن ايمج في الذاكره ستريم بي ام بي يساوي نيو بيتنا بايمج. تمام بيتنا بي ام بي تبعته دوت سيت سورس يحط مصدر الصوره من وين؟ من الاي دوت شوزن فوتو. الاي فيها شوزن فوتو الصوره او ايرور والاسم الملف والتاسكزات. شفنا التاسكزات والايرور لو في خطا. اهم واحده عندنا هي الشوزن فوتو. وماي ايمج الصوره حطيتها في المشروع دوت السورس تبعها يساوي البي ام بي تبعتي. نشغلها مش لازم تبدي صلاحيات. لازم تبدي صلاحيات بس زي الاتصال فيش امكانيه في التستنج. هذه في امكانيه في التستنج بس على البرنامج انسى. في الجوال بتنزل متجر انسى. هاي نضغط هنا على الزر هاي بيفتح لنا الكاميرا. هاي بدي اصور لطفي مثلا بصور حسام عشان انه يشوف لطفي ضايم يلعب في الجوالات. حط التقاط مع بعض الاثنين. تمام هاي نعمل له قبول بجيب لنا الصورة عندنا. هاي قلت نعيد عشان فاز جيبكم. هاي الصورة يا جماعة نضغط على الزر نصور مثلا ونقول له قبول بجيب لنا الصورة عندنا في البرنامج. تمام سهل جدا سهل جدا. لعلمكم شفت برنامج اخذ جوائز كثيرة وحقق ارباح كبيرة لبنت في الجامعة. عملنا برنامج بطاقة الصورة وبتكتب عليها بصبعها وبتحطها منها شير او بتحفظها. جدا بسيط وحقق يعني حقق شيء كبير. والناس بدها يصور صورة يكتب عليها ويبعتها مثلا على الفيسبوك ما يحفظهاش كمان. بسيط نعم انستغرام بسيط جدا بسيط انستغرام وناجح. الناس بدها الناس العبره في البساطه مش في التعقيد. مش كلهم بروفيشنال هم قديش بروفيشنال 1% منهم بروفيشنال. الناس بدهم البساطه. والله ما كنت احكي شيء على الايمج راحت. هي هذا يا جماعه ايش اسمه؟ لما نعمل هذه الحركه ايش اسمها؟ ديليجيشن. تمام عملنا ايفنت وبعتنا ممكن نستبدلها بايش يا جماعه؟ ايش قلنا اسمها؟ ممتاز. ايش اسمها؟ هذه بتاخذ اثنين باراميترز نسميهم او او اي مثلا ونكتب له ايش؟ لما خلص ايش نكتب له؟ نسكر قوس سيمي كولون. ايش اسمها هذه يا جماعه الحركه؟ هذا بدل ما تكتب اللي تحت. ممتاز ممتاز ممتاز. ايش اسمها؟ ايش يا جماعه بس رجعوش مرتفعين حكينا يمكن افضل خمس مرات. اسمها لامدا اكسبريشن. الاي هذه تبعت اللي فوق احنا بدنا الاي تبع التالي الاي دي لامدا اكسبريشن. طيب نشوف كيف ممكن احنا نفس فكره الكاميرا نختار صوره من الجهاز. نفس الفكره فوتو شوزر نعطى هذا الكلام كله. أو نحطه برا عشان نصل من المكانين. السكوب تبعه تكون على قد الصفحة. نستدعي هذا الكود اللي هو نعمل انستنس منه ونعمله في الفانكشن تبعته. وضل ايش كود الفانكشن. هي شو كمان مرة. والفانكشن. الرتين لما ايش ايش يعمل فعليا لما يكون في قيمة. نفس الفكرة. فوتو شوزر نيو فوت تاسك. الكومبليتد ايش يعمل وتشو يرجع لنا الصوره. ممكن احنا ايش نقول له؟ الصوره رجعنا اياها ورجعنا اياها في ايش؟ في صوره. هاي تشغيل الديفايس. هاي نختار صوره مثلا من استعراض. اختار صوره كان مرة. هاي ضغط على البتون. انا عملها صورة صغيرة كان شفتهم وهي صورة. هاي صورة هاي صورة لطفي الصور محفوظة. تمام واخذ مش على لطفي وابعدت على الفيسبوك. بسيط. شايفين قديش الكود هذا بالضبط. هاي سطر ثلاث اسطر والميثود اعمل بدك اياها فيها. وانا كمان مرة باكد وبعيد ضد حفظ الاكواد يا جماعة. حطيت لكم الصفحات على الفيسبوك
تحفظش كود، ادخل على فيسبوك شو جزء ادخل على كاميرا انسخ وعدد فيه ايش بدك باراميترز عدد فيه، لان هذا كود ممكن كمان سنه يتغير يتغير، تعرفش انت ليش تحفظ الكود، افهم الكود وخلاص افهم الفكره منه. طيب اخر استخدام عندنا في اللونشرز في الشوزرز هي الرينج تون. الرينج تون اللي هي النغمات، من اشهر برامج على ويندوز فون برامج النغمات. نشوف ايش نعمل، نقدر نعمل نغمات، نضيف نغمات في الجوال، نسحب هذه عطلها اكتب له هنا رينج تون سيفر نفس الفكره. طب لو حطيتها تحت قبل الفانكشن بنفع؟ حقيقة هاي الأوبجكت تحت هنا بنفع نحط هنا نعرفه بنفع هاي لطفي يعني هذا المفترض نحطه فوق عشان نستدعي الكود تحت نعمل انسسنة. طب لو حطناها تحت بنفع قبل الفانكشن بنفع يا جماعة. سي بس بلس واللغات هذه قديمة السي والردوس لا بنفع عشان خلاص وين ما تحط لو إن شاء الله في كلاس تاني مش بصالها بفهموا مع بعض تمام. ضيعنا ايش حدث ايش بيعمل فعليا لما بستدعيها اي كمان نكمل باراميترز وهي عندنا حدث استدعاء ايش النتيجه تبعتها ريتيرن فاليو وفعلا بحط في الشاشه من غير ريتيرن بس انا بنشوف ريتيرن قبل المستخدمه قبل ايش ممكن اجبره انه يحط يعمل اوكي على ايقونه معينه. تمام يا جماعه رينج تون شوزر في الكومبليتد نحط السورس نختار نشوده مثلا نحط النغمه هاي مثلا طيور جنة هذه هاي اسم الملف MP3 اسمها مثلا طيور جنة مش عارف اسمها شو هذي المهم هاي دوت شو وممكن في خلص اكتب لي تم الاختيار cancel none add device. طب يا جماعة لما تعمل add device testing لازم يكون مفكوك الديفل قلت لكم يا لازم يكون مفكوك الديفل مفتوح هاي بختار على الشرطة يلا ايش اسمها هيها بقول لي توجد تعيك بقول له نعم تعيك مثل تعيين نغمة تمام. لو جيت هنا عند على النغمات هاي بلاقيها طيور جنة تم اختيارها شغل تمام بسيطة. ممكن تكون فكرة برنامج يا جماعة برنامج بنزل نغمات مثلا برنامج بنزل نغمات أو أناشيد يعني مش شرط تكون يعني أغاني تمام. وممكن من الانترنت يتم عرضها ستريمنج على الانترنت وبتعجبه يحملها هاي برنامج ناجح وبده انترنت وفي اعلانات يعني لازم لما تشغل يكون عندك انترنت موجود. اي سؤال يا جماعه اي سؤال في اللونشز او الشوزرز ضروري يعني تحاول قدر المستطاع تحطوهم لان البرنامج تبعك مش منفصل عن الجوال البرنامج جزء من الجوال. لما تحط شير ستيتس فيسبوك تويتر تحط مثلا الاس ام اس تحط يفتح مصفح خارجي يفتح ميديا بلاير بحس المستخدم برنامجك فعلا مرتبط في الجهاز له قيمه مش برنامج منفصل لحاله هيك ملوش علاقه. طيب يعطيكم العافيه.